بلش بالفركتوز ميتابوليزم. المصدر الرئيسي للفركتوز اوكي في الاكل اللي هو التيبل شوجر، السكر احنا بناكله، السكر الابيض هذا والعسل وبعض الفواكه. هلا الهيدروليسيس للسكروز للجلوكوز والفركتوز بتتم في الامعاء، بتتم في الانتستين، في انزيم اسمه سكريز راح يكسر السكروز للجلوكوز والفركتوز. هون بيحكي انه الفركتوز اوكي از ابزورب فروم ذا انتستين اند جوز فيا بورتال بلاد تو ذا ليفر. اوكي جلوكوز راح يستعمل الجسم في الريسبيريشن، فركتوز راح يمتصوا الجسم الانتستين وراح يروح فيا بورتال بلاد تو ذا ليفر. الحلو في الفركتوز انه الابتيك تاعه مالوش علاقه بالانسولين بالمره، از انسولين اندبندنت. والفركتوز مش عم بيعمل ستيميوليشن انسولين سكريشن. يعني هلا مثلا مرضى السكري هاي نقطه كثير حلوه بالنسبه لهم، انه مهما كانت نسبه الانسولين عندي منخفضه كبيره عاليه الفركتوز ما لهش علاقه فيه، راح تاخذ السيلز. مرضى السكري ما عندهمش انسولين بس انه عادي بيقدر ان السيلز تمتص الفركتوز، فبالتالي ما تكون عندنا ما حتخلي عندنا كثير شوكر في البلاد او اكسس فركتوز في البلاد، فبالتالي مش راح تسبب مصايب، مش راح تسبب المصايب الموجوده في مرضى السكري، مش راح تسبب المصايب اللي كان بسببها الجلوكوز. الاول بيحكي لك انه فركتوز is mainly converted to glucose in liver and intestine. اوكي هذا هون بيحكي انه about 50% of fructose is converted to glucose in the intestine during absorption. اوكي وهو عم بينعمل له لسه absorption، وقبل ما يوصل الليفر نص الفركتوز راح يتحول لجلوكوز. كويس الاول يمكن احنا نتساءل في سؤال بيطرح نفسه، انه طالما انه نص الفركتوز هو لسه عم بينعمل له absorption عم بيتحول لجلوكوز، اوكي واغلبيه الجلوكوز هون اغلبيه العظمى من الفركتوز عم بتحول لجلوكوز، ليش مش عم بيسبب لي ليش مش عم بيزيد لمرضى السكري؟ احنا بنعرف مرضى السكري عندهم مشكله مع الجلوكوز، بما انه اغلبيه الفركتوز بتحول لجلوكوز المفروض انه هذا يعمل مصيبه لمرضى السكري. بحكي لك لا ليش؟ انه absorption of fructose is relatively low. اوكي انه الابسوربشن تاع فركتوز از ريليتيفلي لو، بصير شوي شوي، فبما انه الابسوربشن شوي شوي تحويل الفركتوز لجلوكوز راح يتم شوي شوي نتفه نتفه. اوكي مرضى الانسولين بالعاده بيكون عندهم، مرضى السكري عفوا بالعاده بيكون عندهم نقص يعني بالانسولين، يعني عندهم كميه انسولين ضئيله، هاي كميه انسولين ضئيله بتقدر انها تتعامل مع الانفلكس اللي شوي شوي بصير للجلوكوز، بتقدر انها تنقل هاي كمية جلوكوز البسيطة اللي بتنتج من تحويل الفركتوز. اوكي بتقدر انها تتعامل معها كمية الجلوكوز هاي البسيطة وتدخلها جوات السيلز، فعشان هيك مش راح تسبب مشكلة لمرضى السكري، وعشان هيك احنا بنستعمله كمحلي لشراب مرضى السكري. اوكي هلا هون بحكي لك في الليفر اوكي الفركتوز لما حيتحول لجلوكوز، اوكي يعني نص الفركتوز بوصل الليفر اما راح يحوله لجلوكوز او انه انا حعمله اوكسيديشن عن طريق الجلايكوليسيس لبايروفيك لبايروفيت او بايروفيك اسيد. بحكي لك الاغلبيه من هذا النص اللي وصل الليفر، من نص الفركتوز اللي وصل الليفر راح نحوله لجلوكوز. بهاي الفقره بحكي لك انه اوكسيديشن اوف فركتوز از اندبندنت اون انسولين اور جلوكوز ليفل. اوكي الاكسيديشن تاع الفركتوز ما لهوش علاقه بالانسولين، ما لهوش علاقه بالجلوكوز ليفل. اوكي احنا بنعرف انه الانسولين ايش كان بيسبب؟ كان بيسبب عندي انه انكريز للجلايكوليسيس للجلوكوز. اوكي الفركتوز ما لهوش علاقه. اوكي فبالتالي مرضى السكري فركتوز يعني ميتابوليزم مش راح يتاثر بالانسولين، بس هاو ايفر في عندنا مشكله هون اكسس فركتوز از كونفرتد تو جلوكوز ان ذا ليفر، هاي احنا حكيناها وحكينا انه يعني مش رح تسبب مشكله، بس متى حتسبب مشكله؟ احنا حكينا مش حتسبب مشكله لان absorption of fructose بطيء، بس اذا المريض السكر تجاوز حدوده واخذ كميات الفركتوز هائله طبعا يعني خلص يعني في اشي من كميه الجلوكوز رح تصير كبيره، فبالتالي رح تسبب عندنا مشاكل السكر. هون بحكي انه الفركتوز is more rapidly oxidized by liver okay, than glucose as it bypasses phosphofructokinase step. بحكي لك انه الفركتوز بنعمل له glycolysis بنعمل له oxidation كتير اسرع من الجلوكوز، لانه الفركتوز عم بفشق عن phosphofructokinase step، وهي رح تسبب لي مشكلة. هذا rapid oxidization رح تسبب لي مشكلة، ايش هي؟ انه حتشجع عملية تكوين الدهون في الجسم lipogenesis،
اوكي راح تشجع تكوين ال LDL لو دنسيتي لايبوبروتين، هذا اللايبوبروتين بيحمل الكوليسترول، والزياده منه حترسب كوليسترول في الشرايين وتسبب مرض قلب، امراض القلب والاوعيه الدمويه. كمان راح تسبب كوزنج هايبر تراي اسيد جليسيرونيميا، راح تزيد عندنا نسبه الهاي تراي اسيد جليسيرول او اللي هو الفات في البلد. كمان راح تسبب عندنا فات الليفر، راح تزيد كميه الدهون في الليفر، فبالتالي الليفر حصير في عندنا فشل في الليفر، فشل بالكبد. اوكي هذا طبعا هاي الشغلات متى بتصير؟ اذا احنا اخذنا كميات كبيره من الفركتوز، صار عندنا انجشن كميات كبيره من الفركتوز. هون هو قاعد بشرح لك اوكي عن الطريقه كيف الفركتوز فيها بصير له اوكسيديشن. اوكي بدنا نروح على اللي بعديها لانها اشمل. هون قاعد بقارن لك بين الميتالوز جلايكوليسيس للفركتوز والجلايكوليسيس للجلوكوز. اوكي هون احنا بنعرف جلوكوكانيز بحول جلوكوز 6 فوسفات، بعدين هذا حيتحول عن طريق انزيم الايزوميريز لفركتوز 6 فوسفات. اوكي فركتوز 1 6 بس فوسفات اللي هو هيدو. فركتوز 1 6 بس فوسفات راح فوسفو فركتوكانيز راح يعمل راح يحول فركتوز 6 فوسفات لفركتوز 1 6 بس فوسفات، عشان بالاخر ايش يكون لنا؟ ينكسر عن طريق انزيم ادوليز اي مش مبين اسمه هون، يعطينا داي هيدروكسي اسيتون ويعطينا جليسرايدال فري فوسفات. في المقابل الفركتوز اختصر هاي الستبس كلها عن طريق الفركتوكاينيز اي تي بي مع الاي دي بي. اوكي طبعا اي تي بي راح يتحول اي دي بي كونه كاينيز، فركتوكاينيز راح يحوله فركتوز 1 فوسفات. انزيم اسمه ادوليز بي. اوكي طبعا الادوليز اللي عند الجلوكوز اسمه ادوليز اي، هذا ادوليز بي حيكسر فركتوز 1 فوسفات جليسرايدال وداي هيدروكسي اسيتون فوسفات. طبعا كيف الفركتوز راح بالاخر راح يعمل لي جليسرايدال في فوسفات؟ عندنا الجليسرايدال راح يجي انزيم اسمه ترايوكاينيز، ترايو لانه اتاكس اون 3 كربون شوكر، والجليسرايدال 3 كربون شوكر، راح يحول الجليسرايدال لجليسرايدال في فوسفات. بينما اصلا داي هيدروكسي اسيتون فوسفات هو ايزومر جليسرايدال 3 فوسفات، اوكي ونسبه كويسه منهم تتحول لجليسرايدال 3 فوسفات في اكوليبريم رياكشن بيناتهم. اوكي فهيك الفركتوز راح يعمل الجليسرايدال 3 فوسفات. بس هلا المشكله انه فركتوز هلا داي هيدروكسي اسيتون فوسفات راح يتحول لجليسرول 3 فوسفات، والجليسرول فيه فوسفات مع البايروفيت راح يستعملهم الجسم عشان يصنع لي جلوكوز، يصنع لي جلايكوجين، وعشان يصنع لي فات، نيو فات. دينوفا معناته نيو، تراي جليسرايد فات. هلا هون شو المشاكل اللي بتصير عن طريق شو المشاكل المتعلقة بالفركتوز ميتابوليزم اللي بتصير؟ اللي بتكون وراثية. في عندنا أول مشكلة أو أول مرض اسمه اسينشال فركتوسوريا. فركتوسوريا معناته في كمية فركتوز كبيرة راح تنكب في اليورين، اسينشال لأنه عم تتعامل مع الأساس في الفركتوز ميتابوليزم. إيش هو الأساس في الفركتوز ميتابوليزم؟ الفركتوز نفسه، لا فركتوز كاينيز ولا جليسرايدات، فركتوز نفسه. فمعناته مشكلة إلها علاقة بالفركتوز نفسه. هون بيحكي إنه الهيباتيك فركتوكاينيز، أوكي الفركتوكاينيز الموجود بالليفر في عنده نقص، ماشي في عنده نقص بالفركتوكاينيز، فبالتالي الفركتوز راح يضل زي ما هو موجود في الليفر، مش راح يتحول، مش راح نقدر احنا نعمل اوكسيديشن. فايش اللي راح يصير بالضبط؟ راح ينكب في اليورين. يعني ايش صار بالفركتوز اللي اكله الجسم، قصدي اللي اكله الشخص؟ الاغلبيه منه تحولت لجلوكوز، واللي ضل مش عم ينعمل له اوكسيديشن فراح ينكب في اليورين. وفيش في عنده اذر كلينيكال سيمتومز، يعني فيش في عنده اي اعراض ثانيه خطيره بالمره، بس الفركتوسيميا وفركتوسوريا بعد ما ياكل الشخص سكروز او فركتوز. وحتى يعني هاي الفركتوسوريا مش راح تكون اكستريم، لانه اصلا الفركتوز عم يعمل له ابزوربشن بطيء، وكمان لانه وعشان نقص الهيباتيك فركتوكاينيز صارت هاي المشاكل، صارت انه في عندنا فركتوسوريا لانه في لو يوتيلايزيشن للفركتوز عن طريق الجلايكوليسيس.
في هون نوت بيحكيها انه اكسترا هيباتيك تيشوز، اي تيشو عدا اي تيشو ثاني غير عن الليفر، اوكي فكتوز بيقدر نحوله لفكتوز 6 فوسفيت عن طريق انزيم هيكسوكاينيز. هذا الانزيم نفسه كان بيحول جلوكوز لجلوكوز 6 فوسفيت. هذا الانزيم دائما بيحط الفوسفيت على كاربون نمبر 6 غير عن باقي غير عن الترايكاينيز وغير عن الفركتوكاينيز. بحكي لك المشكله انه ايش؟ انه هذا الهيكسوكاينيز بحب الجلوكوز، كثير بحب الجلوكوز، اوكي فراح يضل ملزق بالجلوكوز وبس راح يشتغل على كميه بسيطه من الفركتوز، انه ما بحبها. اوكي الاكتف سايد تاعه ملائم للجلوكوز اكثر من الفركتوز، فبالتالي يعني مش هالقصه هاي، يعني هاي ميتابوليزم اوكي، او انه هاي هاي باث واي مش شيء مهم كثير، يعني كمية بسيطة للغاية من الفركتوز رح تحول لفركتوز 6 فوسفيت. فيعني يعني نقدر احنا نتجاهلها. بس هلا اذا كانت موجودة بكميات هائلة جدا في البلاد طبعا رح تزيد الفركتوز، كمية الفركتوز تتحول لاكسوكاينيز، لانه الانزيم سبستريت عم بزيد، سبستريت اللي هو فركتوز 6 فوسفيت قاعد بزيد، فبالتالي هيكسوكاينيز رح يحول، قصدي عفوا الفركتوز اللي هو السبستريت راح يتحول اكثر فكتوز 6 فوسفيت لانه فكتوز كثير. عندنا المرض الثاني اللي هو اسمه هيريديتري فكتوز انتولرنس، هذا وراثي اوكي. عم بصير ايش؟ لانه احنا عندنا نقص بالانزيم ادوليز بي. بما انه احنا عندنا نقص بالادوليز بي فبالتالي هذا فكتوز 1 فوسفيت مش قادر الجسم ما بيقدر يكسر الجليسرالديهايد وداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت. فايش اللي راح يصير؟ راح يصير انه في عندنا اتاكس اوف هايبوغلايسيميا، اوكي انه حصير في راح تنخفض نسبة السكر كثير في الدم. ليش؟ بعد ما اكل فركتوز او سكروز. ليش؟ لانه هذا فركتوز 1 فوسفيت عشان فيش في عندي هذا الانزيم راح تزيد نسبته كثير، فبالتالي راح يعمل انهبيشن جلايكوجينوليسيس. اوكي هو اصلا بيعمل الستريك انهبيشن اوكي للفوسفوريداز، انزيم الفوسفوريداز اللي بيحتاجه الليفر عشان يعمل جلايكوجينوليسيس. اوكي ف بما انه زاد كثير عن طريق هذا المرض، زاد كميه الفركتوز 1 فوسفيت، رح يصير في عندنا انهبيشن يعني كبير للغايه في الجلايكوجينوليسيس اوكي، او للانزيم هاد فوسفوريديز اوكي. فبما انه انا ما في عندي هذا الانزيم مش راح اقدر انا اكسر الجلايكوجين الموجود في الليفر، فبالتالي انا مش قادر احط الجلوكوز في الدم. اوكي هذا طبعا بعد ما اكل فركتوز فيدي. هذا هون بحكي لك it is more dangerous than essential fructosuria، أخطر كتير من essential fructosuria. أوكي و both conditions are treated by sucrose و fructose free diet. يعني هذا المسخم اللي عنده المرض مش رح يقدر ياكل لا سكروز ولا فكتوز. أوكي وبس كان هذا that's all. أوكي وكان هذا كل إشي له علاقة بالفكتوز والجلاكتوز ميتابوليزم. أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا وحظ موفق بدراستكم.